تجي للواقع فأنا من عائلة بعثين، أبوي رفيق حزبي، أخوتي بعثين. إذا تجي للانطلاقة، أنا انطلاقتي في الانتفاضة الشعبانية، الأستاذ قال أنا في الانتفاضة الشعبانية أول من كتب على صورة صدام بساحة 55 لا زعيم إلا الحكيم فتاح الشيخ. لكن وين هي؟ ماذا عساك أن تتحدث عنه؟ فهو شخصية عصامية متناقضة ذات طابع سياسي تمتاز بالمزاجية، من الصعب إقناعه ببديهيات الأمور، فكيف عن محل الإشكال؟ من مقلدي الشهيد الصدر الثاني وواحد من أبرز أتباعه الذين وقفوا بوجه أزلام البعث المجرم. اليوم إذا احتاجين إلى تصحيح مسار أو إصلاح، مع احترامي وحبي للسيد مقتدى الصدر، علينا أن نشخص أنه إحنا أخطأنا وجبنا ناس هم مفسدين وأفسدوا العملية السياسية. هو فتح الله غازي إسماعيل السعدي، والمعروف بفتاح الشيخ، ولد في مدينة الصدر عام 1967، عاش وترعرع وسط عائلة اختلفت عنه أيديولوجيا، وهو من أول المتأثرين بفكر الشهيد الصدر الثاني رحمه الله، وأيضا السيد روح الله الخميني الموسوي. من مقلدي السيد الخوئي وعدل بعد ذلك إلى مرجعية الشهيد الصدر. تاريخه السياسي بدأ عام 2005 عند مشاركته في الانتخابات كأمين عام للكوادر والنخب الوطنية. مثل الهيئة السياسية للتيار الصدري ووسع دائرة نطاق المكاتب في بغداد والمحافظات، على رأسها الأنبار وديالى وكركوك ونينوى. صحفي بارز له العديد من التجارب، أبرزها إصدار صحيفة إشراقات الصدر لأكثر من 7 سنوات. بعدها انتقل ما بين الأحزاب والتوجهات السياسية، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات بشأن شخصيته. هذا المكان الأخير لكل ابن آدم، كان صغير كبير، وزير حقير، رئيس مرؤوس، سيد، رجل دين، معمم، مرجع، بالنتيجة هذا المكان. لكن هذا المكان الإنسان يختاره في اختيارين لا ثالث لهما، أما حفرة من النيران أو رضوة من رياض الجنة، والأعمال هي الكفيلة. وأتصور أتمنى أن تكون هذه الزيارة لي ولغيري عبرة لكل السياسيين، لا سيما الذين أظل معاهم وأظل أطاردهم هم سراق المال العام والمفسدين. يعمل الآن في مجال التدريس الجامعي ويسعى للحصول على شهادة الدكتوراه. أهلا وسهلا بكم أحبتي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج بالتفصيل. نحاول أن نسلط الضوء على مجريات العملية السياسية العراقية، وربما نتطرق إلى أمور أمنية. ضيف حلقتي لهذا اليوم هو الشيخ فتاح الشيخ، عضو مجلس النواب السابق، وأكو بعض التسميات راح نتطرق لها في إن شاء الله مجريات الحلقة. السلام عليكم. حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله. الله يحفظكم إن شاء الله. بس هي شيخ واحدة سويتها شيخين. إحنا نسميك فتاح الشيخ لأن أنت من الأوائل، من الشيوخ الأوائل، كنت شيخ في يوم من الأيام. يشرفنا ذلك إن شاء الله، نحافظ على هذا الاسم. ما ننسى من كنت في يوم من الأيام سقط الصنم ودخول الاحتلال، المرجعيات الدينية تشير إلى أمور معينة، الناس متهيبة أن تصعد على سياج أحد الجوامع وتخطب بالناس. فعلا هذه أيام حلوة كانت، هاي في يوم 9/4 تحديدا. أنا في قطاع 24. هذه نقلها إلي واحد بسيط جدا من أهل مدينة الصدر. لا، موجودة هي حقيقة على نقلتها الفضائيات، وكانت تحديدا الأي بي كانت كاميراتها تتجول مدينة الصدر يوم 9/4. فبعد ما أنا سمعت بالخبر، خبر السقوط سمعنا به البارحة بالليل، يعني 8/4 الساعة بالعشرة هيك قالوا دخلوا القوات الأمريكية إلى فلان مكان فلان مكان. لكن أنا كنت ما منتظر إلا أن أسمع أنه مجموعة من الدبابات الأمريكية راح تجي بشارع الفلاح، بدءاً من السدة متجهة على شارع الفلاح. فاطمأنيت أنه أكو سقوط رسمي وأكو قوات أمريكية دخلت. فالصبح تدري بعد مدينة الصدر، مدينة الثورة، المنطقة الشعبية كانت ما مسمى مدينة الصدر، مدينة الثورة، مدينة الصدام. فكل واحد من عتهم مثل ما في داخله. مثلا أنا عندي مجموعة من الأصدقاء في المنطقة، أنا كنت في قطاع 24 شارع الفلاح، البعض راح لليو أن،
أسمع اليوان اليوان شو سوى اليوان؟ قال أكو سيارات باليوان موجودة تابعة للمخابرات والأمن، كل واحد راح جاب له سيارة لاند كروز لاند لوفر، سيارات هاي المجزمة بوكتي. فأنا كان طموحي والله وبدون مجاملة كان طموحي أن أفتح جامع المحسن، فتناولت بيدي يعني فاسة وقزمة حقيقية وكرك، وكنت أباوع على جامع المحسن مدروز باللحيم، فشلون راح نفتحه؟ كان عندي طموح أنه فعلاً توفقت، وكثير من أبناء مدينة الصدر شهدوا ذلك. فبديت أضرب باللحين، تدري صعب جداً، لا بفاسة ولا بكرك. أكو ناس بعثهم خايفين ما راحوا للباب مال جامع المحسن بعد هذا الساعة 8 الصبح يوم 9-4 9-4 ومسجلة في فضائيات عالمية. أنا التفتت على مصور يصور بمعمل هذه الجملونات التفاح، ويدير الكاميرا وين؟ على جامع المحسن. فأنا بصفتي إعلامي قلت هذا راح يمزج في عملية السرقة، ناس تبوك وهسه يقول هذا ولا قاعد يسرقون الجامع. قلت له شو تصور؟ قال أنت ما تفعل شنو هنا، شو تسوي ويا مترجم؟ قلت له هذا جامع المحسن، غلقه صدام وفتحه فتاح، بالله بالحرف الواحد أخ منتظر أبناء مدينة الصدر يشهدون بهذا. قال منو فتاح؟ قلت له تابع وياي. بقى إلى أن جبنا الكوسرة وشغلنا مولدة وفتحنا الجامع طبينا. فمن طبينا للجامع كان أكو فد منظر، لأن أنا هذا الجامع تركته يوم السبت الجمعة في يوم استشهاد سيد محمد يوم 19/2/99، ورجعت له يوم 9/4/2003 حقيقة. فكانت ذكريات كلش حلوة، يعني كنت أتونس بيها، لأنه لو تكرر المشهد نفسه اليوم، يعني هذا الجامع أغلق في عهد مبارك جدا وكانت له هيبة. نعم. اليوم من انفتح ما أجتنا البركات النيابية، من إجونا الشيعة ما أجتنا رؤية شيعية حقيقية نقذت الناس. لو تحقق نفس المشهد اليوم، راح ترجع تفتح باب جامع المحسن بالكوسرة؟ لا أريد أخدع نفسي ولا أخدع الآخرين. زين، المسألة غيرت تماما حقيقة. شون ما راح تفتحها؟ لا خيبوا الظنون، يعني أنا أفتح جامع. خلينا ندخل بالبرنامج. من هو فتح الشيخ؟ المشاهدين يجزعكم بهم يعرفون فتح الشيخ. فتح الشيخ المعروف بالاسم الصريح فتح الله غازي إسماعيل الساعدي، من عشيرة السواعد الحواس، مواليد 67، متزوج، ولي 4 أولاد وبنتين. أولادي الكبير ثأر الله، الأكبر منه يقين الحق رابع صيدلة، وثأر الله ثالث طب أسنان، ومحمد صدر أول قانون، ومؤمل رابع إعدادي، ومقتدى ثاني متوسط. يا مواليد مقتدى. مقتدى صار تقريبا في 11/11/2003، يعني قبل انشقاقك عن التيار الصدر. يمكن له هسه صار ما تسمي مقتدى الصدر. لا، مقتدى يبقى له مكان في قلبي، لكن حول مقتدى ليس له مكان في قلبي. زين، ما ذكرت لنا أنه أنت من عائلة بعثية في تعريفك. نعم، أنا مستمر بالتعريف لكن تتقاطعني. يلا. عندي دكتوراه في الإعلام، عملت في مجال العمل الإعلامي والسياسي. في السابق كنت سكرتير تحرير مجلة الكوثر، أصدرت جريدة عرفت باسم صدى الصدر في زمن السيد الشهيد محمد صدر، ثم تحولت فيما بعد بأمر من السيد مقتدى الصدر إشراقات الصدر. إشراقات الصدر. إخواني 6، خواتي 2، والدي ووالدتي موجودين في مدينة الصدر. الوالدة توفت في 2007، والدي توفى في 2015. نعم، أقولها وقلتها أكثر من مرة في وسائل الإعلام، عندما أقولها ليس تبجحا إنما فخرا، كنت من عائلة بعثية، يعني أهلي في تيار وأنا في تيار، وكان هذا التيار دائما يصطدم في بيتي حتى على مائدة الطعام. لكن مع ذلك تربيت في كنف والدي الذي دائما يخالفني بالرأي. فكنت بعثي عراقي أم بعثي قومي؟ أصحاب القومية لا، أنا لمست عند السيد الوالد رحمة الله عليه، مع أنه كان بعثيا واختلفت معه كثيرا، لكن كان عنده نوع من الحرص الوطني. وبنفس الوقت لا توجد نافذة سياسية أخرى يطلع عليها المواطن العراقي غير حزب البعث. لا أكو شيء اسمه حزب دعوة صريح ناس تنتمي له، أما تكون بعثي أو شيوعي أو حزب دعوة. فحزب الدعوة ما أخذ مجاله الواسع في العراق، لكن والدي كان بعثي سياسي ورجل يؤمن بحبه للعراق، وهذا فد مشكلة هم ابتلينا بها إحنا. يعني قبل أن يتوفى ويروح إلى دار حقه كان يسكن في مدينة الصدر؟
أم انتقلتوا إلى مكان ثاني بعد؟ لا لا لا، احنا في قطاع 19 أهلي، أنا ولدت في هذا البيت في قطاع 19، لكن والدي بعد ما توفت والدتي تحول هذا البيت الكبير لأن ما بي أحد، كل احنا عزلنا، تحول بنفس القطاع إلى نصف قطعة، إلى أن وافاه الأجل في 12/7/2015، توفى بنفس المنطقة. ما حد تعرض له من الصدريين من الناس؟ لا لا، كان هنالك علاقة طيبة بينه وبين كل الأطياف في مدينة الصدر، عشائريا أو سياسيا. حتى بعض الصدريين يعني عندما صار السقوط بعد 9/4 قال لي واحد بالحرف الواحد، قال أبو يقين الوالد شلون إذا طلع ضمن الأسماء اللي قامت بخمد صلاة الجمعة في المحسن؟ قلت له إذا كان الوالد فيأخذ عقابه حال حال البقية، بس أنا متأكد في هذا اليوم أنا كنت موجود مع المتظاهرين في جامع المحسن، وطلعنا في صبيحة هذا اليوم إلى النجف الأشرف، فكان والدي حذر جدا وأنا حذرته، قلت له هذا إياك أن تقف مع البعثيين في صد صلاة الجمعة، مو صلاة، هي كانت صلاة الغائب، كان توجيه يوم الجمعة بالليل إنه باكر الكل تذهب إلى جامع المحسن لصلاة الغائب أو استذكار السيد الشهيد محمد الصدر. فكان الوالد حذر جدا بهذا الجانب وفعلا. طيب احنا خلينا نرجع، يعني انت من هذه العائله، من كنت في هذه العائله، دائما ما يكون الشاب متاثر بوالده، كيف كان فتح الشيخ على خط التيار الصدري؟ كيف اعتنقت الخط الصدري؟ حقيقه استاذ منتظر، قبل ان اكون صدريا انا عرفت التقليد منذ 1985، كان اول تقليدي الى سماحه آية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي رضوان الله تعالى عليه، ومارست الدرس مع السيد محمد تقي الخوئي، بل حتى قام لي شخصيا بعقد الزواج من زوجتي، يعني الرجل عقد لي في جامع الطوسي، خلف جامع الطوسي كان هنالك بيت للسيد الخوئي، وصولا الى الانتفاضه الشعبانيه بال91 كنت احد المنتفضين، وبامر من السيد محمد تقي الخوئي في كربلاء، كنت انا تحديدا في مقام الامام المهدي في كربلاء، ثم تعرضنا الى مضايقات، زحفنا إلى باتجاه صفوان وصولا إلى الجمهورية الإسلامية في إيران، بقيت أكثر من سنتين هناك، لكن هذا حقيقة خلق لي روح، كنت متدين فقط، ثم تحولت بعد التدين عرفت أنه يجب أن تكون هناك حركة وتغيير ثورية رسالية جهادية، فعند عودتي إلى بال1993-94 أول دخولي إلى النجف الأشرف وأنا جاي من إيران، على أنه هنالك عمل رابط بين عملت في منظمة العمل الإسلامي حقيقة في ذلك الوقت، فكان عندي دخول إلى النجف الأشرف، عندما وصلت إلى النجف شفت رجل يصلي بالحضرة بمعزل عن نفسه والناس تشير لأنه هذا هو هذا هو، من هذا ما أعرفه، قربت عليه شفت رجل في أي عام؟ 93 تقريبا شهر 11-12 أو آخر 93، فعرفت أن هذا الرجل اللي يصلي تماما مقابل الديوان ديوان العتبة عن السدنة، هسه السادن بعثي واللي يصلي قباله رجل من عرفه، كلها اتهمت على أنه بعثيا، من هذا السيد؟ قالوا محمد صادق الصدر، قرب وسلمت على السيد، شفت السيد أنه أنا بيني وبين نفسي قلت هاي واحدة من الاثنين، هذا الرجل لو مظلوم لو بعثي حقيقي خل تابع، وبعدين أنا كنت برا وخلنا نشوف شنو المشكلة وين أكون إيش عندنا، يعني توصل المستوى الأمامة الكبر والحجج ومسيطر عليها صدام، خلينا نشوف شنو هذا، بقيت متردد على الرجل أروح وأجي، وتحديدا أنا كنت مع أنه أنا داخل من إيران، دخلت في فندق زين العابدين بشارع الرسول بشارع زين العابدين، أجرت فندق يعني أخذت لي غرفة بالفندق وظليت رايح جاي، صليت في ذلك اليوم تقريبا واليوم الثاني والثالث مرة، يعني خلف سيد محمد صدر 3-4 مرات قبل أن يعلن. إيش كم يوم بقيت بالنجف؟ بقيت أسبوع. شنو الغرض بقائك أسبوع؟ أسبوع كنا نرصد اللي عادوا هيبة صدام حسين في ذلك الوقت، كنا نتابع من هو اللي بدأ ناشط بالحضرة، من الموجود على الحوزة في ذي، يعني ذيك الفترة كثر الحديث عن السيد الشهيد، الكل اتهم أنه بحثي، شلون أقنعكم حتى تكونون وياه؟ هو حقيقة هذا الاتهام لطيف جدا، لأنه قبل أن يتهم سيد محمد احنا في مجتمعنا اتهمونا بعثيين واتهمونا خمينية، فهذا الاتهام أنا لمسته هو اتهام الجبناء، كل إنسان ما يتمكن أن يصل إلى مستوى شخص فيصف هذا الرجل به، أنا قلت خلنا نشوف هسه قد يكون بعثي قد يكون مظلوم يعلم الله، إلى أن تداخلت مشيت خطوات مع السيد، قلت له سيدنا تسمح لي أقدر أسولف وياك؟
قال التفت علي بس التفاته وهو يمشي جزء من وجهه، قال اذا كان عندك قاعده انا بالبراني بعد صلاه الظهر اكون موجود، بس بالبراني وحده يقعد من وياه كان. فعلا انا كان السيد الشهيد المولى المقدس هم يتخوف من امثالك منه، فعلا كان الخوف شديد الخوف من كثير من حوله، بل حتى لوح من بعض الطلبه الموجودين في براني السيد الشهيد، قال انا لا اؤمن هذا الكم الهائل من المعممين حولي، لا اؤمن الحكومه انه ما داس اثنين ثلاثه معهم موجودين. طبعا اكيد انا سولفت وياه يعني سوالف اسئله واجوبه، سيدنا شنو الاعلاميه، شنو باب الاعلاميه، انت متصدي متاخر زين، السيد ابو القاسم الخوي شلون، احنا عدلنا على السيد السيستاني، انا اسولف لك كانه انسان مواطن عادي ما مسولف لحد الان اي موضوع فيه ما يخص تقليده وايران، هو ما يعرف انا حقيقه جاي من ايران. فقال انا اعلم الموجودين، هاي اول كلمه سمعتها انا بصريح العباره. هذا حكي بعد صلاه الظهر رحت نفسيا شفت رحت للبراني نعم يعني داخل البيت نعم بالبراني وسد الباب يعني علينا بالحنانة لا لا بالبيت البيت السيف الآن هو مقام مرقد اللي هو المتحف نعم شفت إنه هذا الرجل كلام عليه برا يعني ما كلام خطر. اثنين الحكومة مسيطرة على كل شيء، ما معقول هذا المرجع جاي يشق العنان وحده. ثلاثة سألناه سؤال أنا الأعلم بهالقوة، ف حصلت على كتاب الصراط القويم الورق الأسمر اللي انطبع حتى عفوا بعض الأبواب مكتوبة بالماجيك يعني نسخة بعتها ما متداولة بالسوق عندي الآن موجودة مكتبتي. فقال أنا حبيبي اطلع على هذه وإذا أنت تشوف شنو باب السيد نحن مسألة أنت الأعلم مو إحنا اللي نقررها، الطلبة الموجودين طلبة البحث الخارج، بس إحنا نريد نعرف من محمد الصدر. قال حبيبي أنا متصدي لسيدنا إذا نك سؤال أرد أسئله وأقوم، بس أنا إذا بيت السؤال من زمت بصراحة تلاقي يقولون أنت بعثي. قال هذا علي علي مديد على الحضرة، قال هذا علي فراق بيني وبين علي بن أبي طالب في الدنيا والآخر، إن كان لدي قيد أم ولا في هذه الصورة. كان السيد الشهيد يثبت للناس يعني لا مو الكل يثبت، كان أتوقع كان ينتقي السيد ينتقي ناس وهاي الناس تصبح فيما بعد داعية إلى كما هو يعني شو انتقاك مثلا شاف في وجهك مو أنا السؤال مالي خطر يعني مو يهي كان يسأله بس أنا ديني السؤال مالك مال واحد يعني متفيقه نازل بالموضوع ديني دفعني وردت أعرف هذا الرجال قلت حتى لو أصف فعلا أكون لداعية لو هذا مفترق طرق أدير وجهي وروح عاد برجع ويحلف لك و... لا قسم قسم غليظ يعني هسه الآن هو يمر بالعالمي قال هذا علي بن أبي طالب براء مني إذا كان هذا قال حبيبي هم يردون يوصون بي بس إن شاء الله أنا متوكل على الله أنا أوصل بيه. هذا الكلام في شهر 12/1993 لا يوجد مع محمد صادق الصدر في هذا البيت غير 2-3 معممين. لو في عام 97-99 يمكن ما يجاوبك هذا الجواب كان ما محتاجك لا بداية الرسالة يجوز تختلف كانت لا بالعكس بال 97 كنا جزء من الدعوة إلى صلاة الجمعة والبيان اللي انطاه القصد يعني لو جاي واحد مثلا شخص يسأل محمد الصدر عن هذا الموضوع ربما اختلف الموضوع في 93 كان هناك ضعف كان هناك لا زال تخوف من تصدي سلم الحوزة وهذه الأمور أنا أتصور السيد ما كان ينظر لهذه الأمور السيد كان شجاع من اللحظة الأولى إلى اللحظة الأخيرة واللي لكن عمل بصورة صحيحة التثقيف لقاعدته أنا من سألت هذا السؤال بعدين دعمت الأخ والصديق والربيب علي صادق اللي هو أعلن صلاة الجمعة في جامع المحسن شيخ علي صادق ربيبي بن قطع 24 أنا بعد ما تمكنت وفتحت أزياء فتح الشيخ القطع 19 قمت أشيل مبلغ كل شهر 2000 دينار أطلع علي صادق في سبيل يستمر بالحوزة وصرينا على ملابس وخذنا على النجف علي صادق رجع حمل نفس اللي راده سيد محمد الصدر البيان الفريضة المعطلة صلاة الجمعة جابه وأجل قال لي فتح ترى هذا السيد مثل ما توقعت مثل ما سولفت لي أنا سولفت لي أشياء عن قلت لهذا الرجل انتبه لأنه وكأنما انتقال للرسالة يعني بالضبط الرسالة المحمدية بالضبط يعني من صار صلاة الجمعة قلت له زين لعب علي صادق شنو اللي قدر نقدمه السيد محمد قال فتح لي منك هذه الرسالة هاي الورقة شوفها تفعلها نصلي صلاة الجمعة قلت له وين قال اختارنا جامع بس السيد راد هذا جامع المحسن قالوا جامع المحسن برجل أنا قبل أن ندخل بهذا الموضوع أنا خلينا أختم هذا البارث المخرج يأشر لي الآن عرفنا كيف أنت ما فتح الشيخ اليوم السيد الشهيد هو اللي قسم لك
قسم الفتاح الشيخ انه ما ينتمي للبعث، بالتالي كان قسم غير يعني مو قطيع. قصدي انه انت واحد من اللي قسم لهم السيد الشهيد في هذا الموضوع، وهذه مهمه جدا راح اجيها في الوقت المتبقي من الحلقه. خلينا اختم هذا البارت بسؤال جاوبني عليه بنصف دقيقه، شنو قصه الاعلامي السياسي المتناقض حتى اختم بها هذا البارت؟ فتاح الشيخ والاعلامي السياسي المتناقض. انا قبل ان اكون سياسي انا اعلامي، عندي بكالوريوس اعلام بال 2005 عندما شاركت في الانتخابات، لكن الامر حتم علينا واحنا كنا في قيادة في جيش الامام المهدي في القواعد الشعبيه في مقاومه المحتل، كانت عندي رغبه انه ان نشارك. كان اكو رفض من مكتب السيد الصدر او الهيئه السياسيه تحديدا في المشاركه، لكن يبدو مشاركتي كانت صحيحه ورفضهم في وقته خطا لان جاءت مشاركته متاخره. فبالنتيجه عندما كنت اقول انا اعلامي فاعلامي فعلا، عندي بكالوريوس اعلام وانا صحفي عملت، وبعدين دخلت في مجال السياسه. فبالنتيجه كانت هنالك صفتين اعلام سياسي، والان اضيف لها 3D مستقل اعلام سياسي مستقل. موضوع المتناقض خلينا به، ليش متناقض؟ انا مو متناقض قدر ما عندما التفت الى جانبه ثم اعثر انه طريقي خطا استدرك بالسرعه وانسحب. يعني ما تمشي بالخطا ابدا، يعني اكو ناس ماشيين بالخطا انت يغضون النظر. الان انت في مجال الاحاده حدت عنهم، يعني ناس يمشون خطا عندما يكون هنالك اخطاء انا اثبتها او اشوف انه هذا العمل غير مبرئ للذمه بغض النظر عنه باشراف سماحه السيد مقتدى او هو صار عندي التناقض اتهمت فيه عندما خرجت للتيار الصدري. نعم. قالوا متناقض، لكن حتى علاوي عندما شاركت مع علاوي هم لقيت تناقض عتهم خطا اعلنت بصريح العباره ان هذا خطا. فبالنتيجه هذا التناقض موجود عندي كما هو في مسيره حياتي ويا والدي. جي. والدي كان في خط وانا في خط، فهنا تناقضت مع والدي مع انه اغلبيه الاولاد يسيرون باتجاه. خلينا نروح الى فاصل. اذا احبتي المشاهدين فاصل ونتواصل بحلقه بالتفصيل لهذا اليوم. عدنا معكم أحبتي المشاهدين والجزء الثاني من حلقة بالتفصيل لهذا اليوم، وأجدد الترحيب بضيفنا لهذا اليوم الأستاذ فتاح الشيخ، الشيخ فتاح الشيخ عضو مجلس النواب السابق، السياسي العراقي المستقل الآن ذو الانتماء الصدري، ولكن الآن سياسيا يبتعد عنهم. حياك الله. صح لو غلط؟ نعم كلام يقين. هل كان السيد الشهيد يعرفكم بالاسم؟ عندما كان دخولي أنا والشيخ علي صادق نعم عرفني بالاسم، وحتى ذات مرة صعدت معه بسيارة المسيو بوشي بقيادة سيد مؤمن رحمة الله عليه، هو كان بالصدر وأنا قعدت لي وراء، أخذني إلى داره في الحنانة. نعم. يعني أنت من الأشخاص اللي قسم لهم السيد الشهيد في يوم من الأيام، أنت من الناس اللي صعدوا في هذه العجلة اللي معروفة لكل العراقيين هذا المسيو بوشي. زين، يعني أيام مباركة. طيب خلينا نحكي في موضوع مهم الآن، يعني احنا يمكن حلقتنا الآن هي كلها في محل الشروع بالبدء، يعني كيف اليوم تشوف خروجك من التيار الصدري؟ اليوم انت بعيد عن التيار الصدري، هذه البركات، هذه النعمة في يوم من الأيام، هذه الأحداث التاريخية، انت محمل بعطر السيد الشهيد على كلامك، يعني اليوم انت بعيد عن هذا التخط جملة وتفصيلة، شو نشوف هذا الوضع الآن؟ ليس فقط فتاح الشيخ، إنما هنالك من هو أكثر ثقة عند السيد الشهيد محمد صادق الصدر، هو اليوم في هذا العصر هو بعيدا عن التيار الصدري. سقد تكون تفهم من باب أنه إحنا غير مرغوب فينا حاليا، لأنه عندما يدخل بعض الدخلاء فأكيدا يبتعد الأصلاء عن الخط، وهذا ما ابتلينا به أنا، واحتمال شخصيا أنا أقول لي أنا عندما قلت لك في ذيك الفترة شفت 3-4 معممين من السيد، كان عباس الربيعي، الشيخ عباس الربيعي هو الجالس على إيده اليمنى الآن هو الآخر، عباس الربيعي هم بعيد عن هذا الخط. فهذا البعد ليس سبة، لأنه أتصور شخصيا مثل ما أتصور الشيخ عباس أنه نأينا بأنفسنا عما شنو كانت منزلة الشيخ عباس من السيد الشهيد؟ كان الشيخ عباس والشيخ علي سميسن من الأشخاص اللي أراهم دائما موجودين في بران السيد وقريبين حتى في بعض الاستشارة، مثلا يوم اللي
على منبر الجمعة السيد قال بالحرف الواحد فسق الإعلاميين والصحفيين الذين يعملون في مجال الصحافة باعتبار أنه المسيطر على الصحافة. أنا ذاك عدي بن صدام حسين وكل من يعمل في الصحافة فهو يعتبر بوق ودعاية لصدام أول. فقال أنا لا أؤمن بالإعلاميين، يعني كانت هنالك خطبة معروفة. فأنا ابن الإعلام مرحلة رابعة كاد أنه أكمل، فرحت هم زيارة وقاعدين الشيخ عباس قلت له سيدنا كل الإعلاميين؟ قال حبيبي هو إلا من عمل لمحمد وآل محمد تقدر تدبرها، بس شنو بزهقي. قلت له سيدنا الصحافة هنا أنا شيء والعمل لمحمد وآل محمد شيء آخر. كن تصوري أنه لأنه العمل لمحمد وآل محمد كل تصوري أنا يختزل بالفقه والحلال والحرام، ما متوقعين أنه تتغير هاي الأمور. قلت له سيدنا إن شاء الله نتمكن. رجعت للبيت قال علي صادق شنو راح تقدمه؟ قلت له لا أنا عندي فكرة أسوي فد منشور يتزامن مع صلاة الجمعة. بس هو جريدة الصدى الصدر. بس مو بالضرورة أنه السيد يمثل وجهة نظر السيد أو موافقة. إحنا واجبنا مكلفين حتى ما تنتهي صلاة الجمعة من جمعة لجمعة فنتناول تحليل الخطبة رؤوس أقلام. قال لي علي صادق وهاي شلون تدبرها فتاه؟ حاسبة وطابعة وكذا واستنساخ. قلت له عليك الطريقة السرية. فأصدرت منشور يعرف أنا ذاك اسمه صدر صدر. طبعت العدد ورتبته وكملته كما هو بالأسود والأبيض يعني طباعة بسيطة وحاسبة وحتى الصور كنا لزقها تلزيق. أخذت العدد صادف بمناسبة ذكرى الأربعينية للشيخ الغراوي. موجود العدد عندي أجيب لك إياه إن شاء الله يعرض لجمهورنا الكريم إن شاء الله. فقلت له سيدنا أنا عندي موضوع مهم وياك. قال تفضل. هو هذا الموضوع اللي صعدنا بالسيارة رحنا الحنانة دخلت أنا لابس دجداشة أبيضة ودائما ألبس جواها أبو جامع والتيشيرت أبيض فاهمني. إيه بعدكم شو فشنا قافلين شو تلبسون دشاديش؟ لا لا قافلين حتى القافل وهذا شيء شرفي القفل على السيد الشهيد محمد صادق الصدر والقفل على الإيمان بالله ورسوله. فوضعت بين الفانيلة وجسمي العدد منشور الأول النموذج العدد الأول. وصلت طبينا سد الباب. أول ما سيد محمد يحمل المفتاح بيده فتح الباب وطبينا بالحديقة بعدنا مداخلين بالبراني ماله باللي بالحنانة. قال تفضل. قلت له نقدر سيدة؟ بس قال يتفضل ومشي قدامي. دخل السيد دخلنا قعدنا. يا الله شنو اللي عندك؟ قلت له سيدنا أنت قبل فترة أنا زرتك. قال أتذكر. قلت له أنت تكلمت عن حرمة العمل الإعلامي في صدام. لكن أنا اليوم أنا سويت هذا حتى برئ الذمة. قال شنو هذا؟ باوع صدى الصدر. قال حبيبي أنا صوت وليس صدى. قلت له عفوا سيدنا إذا يستوجب أقدر أغير بس هذا الصدى ترتب عندي. أنت صوت فعلا ألقيت في صلاة الجمعة لكن ردود الفعل عندي هذا اللي صدر. قال على العموم لكن أني بيني وبين الله أنا هذا جزاك الله خيرا بس أنا ما مسؤول علي أمام الدولة. دير بالك توقع وتقبب الترابة قدامي هيك بالحرف الواحد. أي والله. قلت له سيدنا ترك الموضوع علي وعلى الله وأنا فطبعت العدد الأول بس هو قرفت بالترويسة عجبته. كاتباني صدى الصدر نشرة تصدر بمناسبات أهل البيت عليهم السلام. قال هاي لطيفة الترويسة شنو يعني؟ قلت له هذه العدد راح يصدر بمناسبة المولد النبوي الشريف وهذا العدد راح يصدر بمناسبة مولد الإمام الحسن العسكري وهذا فمسوي له جدول. طلعت الجدول منين؟ بمفاتيح الجنان أبضياء الصالحين أكو جدول لميلاد أهل البيت ووفياتهم. نزلته هو هذا يعني شلون نقدر نقول الأجندة مالتي لإصدار الجريدة. ابتسم السيد ضحك قال هاي حلوة لطيفة أنت وين تداوم؟ قلت له أنا مرحلة ثالثة في كلية الإعلام. قال على العموم ولكن أنا ما مسؤول عنها. هم رجع السيد أكد. قلت له سيد هذه الجريدة التي تحولت في عهد سيد مقتدى الصدر إلى إشراقات الصدر صار إشكال بيها يعرفها السيد مقتدى الصدر هو هنا المشكلة صار إشكال. لكن سبحان الله الشاهد الحي الموجود الآن لإصدار جريدة صدى الصدر في زمن سيد محمد هو الشيخ عباس الربيعي وسيد جعفر محمد باقر الصدر وشيخ رائد الكاظمي. اجوا جماعة في بداية السقوط وأيام تيار الصدري وكان تدفق بقوة. أنا هم فعلا بديت مسترسل بإصدارها صدرت العدد الأول بعد السقوط اسمه أخذت عنوان لماذا صدى الصدر وعرفت عنها قلت هاي الجريدة صدرت عن نفسي بدهجك إياه.
بعض الأئمة الجماعة في ذلك الوقت ما رادوا أنه الجريدة تصدر بهذه الطريقة إلا ترجع للمكتب وترجع كذا. قلت لهم شو المطلوب؟ بما فيهم الشيخ كاظم العبادي. قال لي الجريدة لازم السيد مقتدى يشرف عليه. قلت له أنا من هاي اليد لهاي اليد. رحت السيد مقتدى، رحت للنجف، كان الشيخ القاضي أحمد الشيباني والشيخ عبد العال رحمة الله عليه أو يذكر الله بالخير ما أدري. قال السيد شنو هاي الجريدة؟ قلت له سيدنا هيك وهيك. قال بس أنا ما عندي علم بيها. قلت له سيدنا سيد جعفر عنده علم بيها، الشيخ علي صادق، عفوا قال علي صادق الآن. إيش كم عدد كان في عهد السيد الشهيد قبل السقوط؟ صدرت عدد صفر وواحد. عدد صفر باعتبار هو الانطلاقة اسمه توكلت على الله واحد. إنه صار استشهاد السيد أخفيته لأنه صار عليه طلب معلومات وتفتيش ودرس. فقال أنا أريد شخص أنا أعرفه أوثق منه أن يشهد لي هاي الجريدة صادرة بزمن السيد محمد. قلت له شيخ عباس الرباعي. سألوا شيخ عباس الرباعي. قلت له سيد جعفر موجود؟ قال حبيبي سيد جعفر هسه الآن في قم. قلت أنا خلنا استغل الفرصة، أشرت من الشيخ أبو هاجر الأسدي بمكتب السيد الكاظم الحائري، كان السفر إلى إيران عن طريق مكتب سيد كاظم. زين. أعطوني ورقة تردد دخلت بها إلى إيران بال 93 بشهر الخامس. فوصلت السيد جعفر، قلت له سيد جعفر سلام عليكم. قام أهلا أبو ترقى. قلت له لا أنا أبو يقين. قال تذكرتك. قلت له سيدنا سيد مقتدى اعتراض على الجريدة الصدر وقل لي هاي ما صادرة. قال لا أنا أتذكر. وسيد مقتدى طيب القلب، أنا أخابره وأتصل به وأفهمه. فبعد ما أعرف صار اتصال بيناتهم. لا رجعت ورا فترة السيد شطب صدى بخط إيده كتب إشراقات. قال تستمر لكن أريد تتوافق مع الخط وتروح وترجع لي بين حين والآخر حتى أعرف إيش تنشر ما تنشر. قلت له صار سيدنا من إيدك هاي لإيدك هاي. هذا أول تعارف الرسمي بيني وبين السيد مقتدى الصدر. زين في ذيك الفترة يعني أنت ممكنت مع السيد الشهيد ما كنت تشوف السيد مقتدى الصدر؟ لا هو السيد كان الوجه الغالب أمام السيد هو سيد مصطفى وسيد مؤمل. سيد مقتدى كان علاقته بالشيخ علي صادق في الأخوند الكبرى، بعض العلاقات بجامعة شفته مرة في جامعة الصدر. زين. بالمؤتمر اللي حدث مؤتمر سيد محمد سوى مسابقة النصب، شفت سيد مقتدى كان هو جالس على ميز الاستقبال عند سجل التشريفات، وكان مسؤول الجامعة أنذاك سيد محمد اليعقوبي، شيخ محمد اليعقوبي. فهذا رؤيتي إلى سيد مقتدى الصدر مرتين زائد المرة اللي شفته في يوم استشهاد السيد. من كنا واقفين جامع صاف الصفا استقبال المعزي كان سيد مقتدى موجود معنا. من الذي يعني اقترح فكرة أنه إلغاء مجلس عزاء السيد الشهيد بعد استشهاده؟ هو شنو القصة؟ هو كان أكو مجموعة طلبة تقف معزين، تدري بالنجف من يموت أحد زي. أنت أبو المصاف توقف ويجون المعزين يدخلون يسلمون، يدخلون داخل صاف الصفا. وكان من ضمن الموجودين شيخ علي الكعبي رحمة الله عليه، شيخ حسين القريزي، سيد مقتدى، سيد السلطان الكلنتر، مجموعة من الطلبة الأوائل للسيد كنا احنا موجودين. كانت فكرة انتقال المجلس أولا. أنا حقيقة يوم السبت الصبح متفق من البارحة بالليل أنا وشيخ عبد الزهر السواعدي وشيخ عبد الستار الرباعي رحمة الله عليه انعدم، وشيخ غريب العتابي أحد طلبة السيد، هم أربعة طلبة. فطلعنا بسيارة شوفر أجرناها من باب الجنائزي في مستشفى الشوادر. أنا كان وضعي زين يعني عندي أزياء فتاح الشيخ وهذه، فكان بجيب 12000 دينار، اعطينا 10 للسائق بقى 2000. سائق قلنا له تودينا وتجيبنا، شكو قلنا له زيارة، قال الطرق مسدودة. شيخ عبد الزهرة شوية رغب له هو معمم، قال احنا علينا نوديك ونجيبك، احنا غايتنا نروح فقط بس ماكو سائق يجي يودينا. هذا شوية قنعنا وعطينا 10000 كيف. فمن وصلنا للنجف بعد تدري الآن دافنين الجماعة الشيخ علي الكعبي والإخوان الموجودين الشيخ عدنان الشحماني دافنين السيد، احنا بعد هم راجعين كانت قعدتنا بمدرسة الحسين، سلمت على الشيخ علي رحمة الله عليه وآني والشيخ غريب لأنه عبد الزهرة والشيخ ستار الربيعي نزلوهم وسيطرة الكوفة. رحنا زرنا قبل السيد ورجعنا، فقالوا بالليل اليوم شيخ حسين القريزي قال اليوم مجلس العزاء راح يصير بصاف الصفا، سيد مقتدى هو الموجود راح يكون صاحب العزاء. لكن بهاي اللحظات تدري صدام حسين دز ممثل يجي يقرا فاتحه البعثيه كلهم جو. ومدير امن النجف والقضيه هي مسؤول تنظيمات اي، وهو كل احنا في داخلنا
احنا نقول هم ذول قتلوا السيد، فشلون ما معقول هم يجون يقرون فاتحة؟ فكأنه في داخل سيد مقتدى الصدر اكو فتشي ما نعرفه قال الفاتحة بس اليوم. احنا الطلبة الموجودين اللي حوله وهذه اعتزازا قالوا باكر نسوي الفاتحة بالبراني اللي هو سن المتحف. تعرف البراني وفتح البراني بهال يعني اول البارحة سيد محمد بيه، اليوم البراني فارم السيد محمد صار بك يعني بكاء وعويل وصراخ ولطم، فالموقف حقيقة لا يوصف. حسوا الأمن أكو أرباك صار الموضوع، يعني يبدو السيد استدرك الوضع، قال الفاتحة لا هنا ولا هنا، انتهى موضوع الفاتحة. احنا هم كل واحد راح للمدرسة، ختلنا بالمدارس لمدة 3 أيام 4 عردنا عبالنا أكو رد فعل، كنا متهيئين يعني. علي الكعبي كان متهيئ رحمة الله عليه، شيخ حسين متهيئ، أبو زينب، علي فيصل الله يرحمه. تصورون كرة فعل منين يجي يعني إذا أنتم الخط الأول؟ كان إيه، هو كان أكو نوع من التخطيط بس ما مرتب، مبعثر. مبعثر نريد ناخذ الشيوخ أخر. الشيوخ المعممين الشباب ولا الشيب المبارك اللي دار مدار السيد الشهيد المولى المقدس، نعم. أكو بهم شجعان، نعم. وأكو بهم قد يكونون يعني على مستوى من الشجاعة قد يخافون من برأيك أكو أشخاص تقدر تعتهم على عد الأصابع الآن اللي كانوا متصدين ومستعدين إنه يسوون ثورة أنا ذاك مثلاً؟ وأنت ذاكر في أحد اللقاءات أكو أشخاص من إجيتوا إلى بغداد كانوا نازعين، نعم. العمة ولابسين بنطلونات خايفين، نعم. يعني. أنا رأيت لا يوجد أكثر شجاعة من علي الكعبي والأخ أبو زينب علي فيصل رحمة الله عليه اللي كان على رحمة الله على رفعه عليهم اختالوا مؤخراً. علي كان علي فيصل كان يخطط في هذه اللحظة أنه لازم نسورة فعل، بحيث حتى وصلت بينا حالة وهو الشيخ حسين قريزي للأمانة رجل شجاع. وهسه بعد أكو جروبات تشتغل بغير مدارس، هاي جاحكي لك بين مدرسة الحسين والقوام. مدرسة الحسين يم السوق الكبير، والقوام الظاهر جامع الطوسي. فبهاي المنطقة كنا نخطط إلى إيجاد طالة البنزين والصابون الرقي والفتيله، سوى عمليه احتراق انفجار هذا اللي نقدر عليه، لكن كان اكو تاجيل بالموضوع. هسه الشيخ علي الكعبي منين يجيب التاجيل ما ادري، يبدو كان اكو تريض من قبل سماحه السيد لان ما كان الوضع يلتهب، لكن كان اكو رد فعل ما تحملنا. قلت له ابو زينب انا راح ارجع لبغداد، يبدو الجماعه هنا على بنيتكم تسوون صلاه الجمعه. اثناء رجوعي لبغداد انا والصديق الاخ عمار لطيف العتابي من قطاع 17 ألقي القبض علينا بالضبط باب المقبرة اللي هو يطلعك من شارع الطوسي باتجاه المقبرة. كان هنا نقطة تفتيش كرويتي قاعدين عليها مجموعة رفاق وأمن وهذه، ألقوا القبض علينا. شو سوون؟ قلنا إحنا كنا نزور، ما ندري. قال أخي شو الزور؟ صار 3 أيام الدنيا مقلوبة. قلت له هسه ما ندري إحنا جايين نزور، بس اللي بشكلني بهذا أنا البيدي كيس أسود. قال هذا شنو؟ قلت له والله تراب من قبر السيد. قال عاد شلون تقول نزور؟ صعدوهم. وثلاث ايام احنا يوم السبت والاحد لحد الاثنين احنا ما عندنا شيء، 3 و4 توقفنا بمن النجف، لكن بقيت انا التهمه اللي تلبست بها انا كنت يوم قبر السيد. خلينا نرجع لهذا الموضوع ومحاولتكم اقامه صلاه الجمعه في بغداد وفي اعتقد شارع جميله بالتحديد. لا رجعنا على قلت لك بعد ما طلعت يوم الاربعاء، نعم. وصلت الخميس الجمعه طلعنا بوجهنا الى جامع العباس عليه السلام. جامع العباس ساقمنا ما نرجع لهذه القصه بعد الفاصل. خلينا نروح الى فاصل. اذا احبتي المشاهدين فاصل ونتواصل بحلقه بالتفصيل لهذا اليوم. إذن أحبتي المشاهدين متواصلين بحلقة بالتفصيل لهذا اليوم والجزء الأخير من الجزء الأول، الحلقة الأولى مع النائب السابق فتاح الشيخ. تتحدث حضرتك عن قضايا تاريخية، وصلنا إلى رجعتكم من النجف إلى بغداد بعد الاعتقال وبعد هذه القصة، محاولة إحياء صلاة الجمعة في العاصمة بغداد، ومحاولة الخروج أيضا بتظاهرة أو ما شابه. ثارك يا الصدر ثارك، دين برقبة أحرارك، دين بذمة أحرارك، نعم. أو برقبة أحرارك. خلينا نتحدث عن هذا الموضوع لكن باختصار. الجمعة اللي تبعت جمعة استشهاد السيد ما قامت الجمعة، صلينا بالجامع العباس عليه السلام ظهرين بس، كان على الأقل لمت بعض الصدريين، لكن تبعتها جمعة جمعتين ردنا نحاول أن نعيد الصلاة ما قدرنا. كان أكو توجيه ليش ما قدرتوا؟ ما قدرنا، لأن أولا كانوا يقولون أنه المرجع اللي كان قام الجمعة مات،
وانتم ملزمين ترجعون للسيد بحر العلوم زين، واخواننا بالنجف اللي توصلنا الاخبار عنهم انه لا ما نصلي مع سيد بحر العلوم، احنا محتاجين الى مرجع شجاع يامن لنا الصلاه، نحتاج لنا شخص قوه محمد صدر زين. فانا سمعت بالحرف الواحد سيد بحر العلوم سيد حسين رحمه الله عليه قال انا لا امتلك قلب محمد الصدر اعفوني، لكن انجبر لان الحكومه رادت ان يبقى سيد حسين بحر العلوم يحافظ على صلاه الجمعه تحت اشرافهم. علي الكعبي رحمه الله عليه وحسن كان ابو حسن ما قابل، يعني الناس اللي هم اساس الجمعه ما قابل. صار في اليوم الايام انه في هذا اليوم راح نصلي جمعه زين في جامع المحسن ها. وبعدين قبل هذه الجمعه تعرضنا الى اكثر من مره انه ممنوع الصلون بالحكمه، نروح للحكمه يطردوننا، نجي نلقى الحزب منتشر. فبالنتيجه ماكو صلاه. كان علي الكعبي عازم على انه يصلي هذه الجمعه زين، لكن اكو تبليغ يعني الكل انذار الكل من الصدريين الموجودين لازم نحضر الى المحسن الى الحكمه ونصلي الجمعه على الاقل وفاء لمحمد صادق الصدر، وخلت تكون هي الجمعه الاخيره وهي كان عنوانها ثارك يا الصدر ثارك دين بذمة احرار، سماها شيخ علي الكعبي عزاء للسيد مقتدى الصدر. في ذلك الوقت السيد كان جدا منكسر، وحقيقه كعائله كان لزاما علينا ان نقف الى جانبهم هذا أقل ما يمكن. فصلينا الجمعة طب شيخ علي الكعبي بهتافات وصلوات غير طبيعية، شق عنان الموجودين بقوة. صلينا وصار هذا التشيع الرمزي اللي هي الآن مسجلة في وسائل الإعلام زين. لكن وراها تدري بعد بدأ كل صدري في والي علي الكعبي اعتقلوا، الآخرين تخوفوا، وبعض المعممين للأسف أنا شاهدتهم في أم عيني ذبوا عمايهم قاموا يلبسوا بلاطير كابوي وتيشيرتات هاي مؤلمة للأسف الشديد. الآن فتح الشيخ خارج التيار الصدري، انطيني سبب جوهري لهذا الموضوع. والله لا يوجد بعد هذه المقدمة التاريخية لا يوجد أي زعل بيني وبين السيد مقتدى الصدر حصرا زين، لأنه يبقى ابن محمد صادق الصدر وهو قرة عيننا جميعا. لكن أنا أقول ومن خلال فضائياتكم أنا فتح الشيخ كغيره من الصدريين ظلموا على يد الدخلاء على التيار الذين أصحبوا فيما بعد أصحاب قرار. سيد فتاح يعني اليوم أكو ناس موالين للخط الصدري منذ السيد الشهيد وإلى اليوم، ناس موالين لا يؤمنون حتى بالانشقاق، ولحد الآن هم اليوم خدمة التيار الصدري. أنتم ليش انشقيتم؟ لا مو نقول لك أنت أنت, أنت 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 وياك هواي أشخاص راحوا. أنا انسحبت نأيت بنفسي. الانشقاق وين يعني شنو شكلت لي فصيل بالحشد؟ مشكلت في يوم من الايام انت مع اياد علاء وكنت صوت مهم، بس هذا جمهوري الشخصي الذي امن بفتاح الشيخ وما زال جمهوري الشخصي زين. يعني اسمح لي استاذ منتظر الانشقاق انا اللي افهمه عندما يعني تيار الصدر، محتاج الى هيك وجوه كانت في يوم مع السيد الشهيد وياك وانت اليوم بعيد. انا ما زلت احفظ هيبتي امام الله وامام السيد الصدر وامام سيد مقتدى اذا اراد ذلك زين. لكن إذا وصلت صورة مشوهة للسيد مقتدى الصدر عن فتاح الشيخ هاي مو مشكلتي، مشكلة سماحة السيد، لأنه ما أعرف أنه تقدم. يعني أنتم ما تشوفون الآن سيد مقتدى الصدر وحده بالساحة، هواي ناس انشقت عنه إيه؟ على مستوى رجال دين معممين وشخصيات. هذا السؤال لا قصدي يعني احنا صحيح انا اشوف في هذه الفتره يعني ما محتاج الى صوتكم الاحرى. السيد مقتدى الصدر هو يبحث عن وين ذول اللي راحوا حقيقه، وين عباس الرباعي؟ وين فتح عباس الرباعي ما منشق؟ لا الرجل هم قاعد بالبيت. قاعد بالبيت بس موالي للسيد مقتدى الصدر وموالي للخط الصدري. ما اتصور بعيد. الشيخ هو انظلم. زين عرف لنا الشيخ عباس الرباعي. هسه قبل عباس ما حتى بس عرف لي الشيخ عباس ما عنده سؤال. مو الانشقاق، لو انا منشق لو ما منشق، انا منشق. زين. انا نأيت بنفسي عن اخطاء موجودة بالتيار، شخصها بذلك الوقت ما حد قبله. زين انت ما انشقيت في يوم من الايام عن اياد علاوي؟ عن ولا حتى علاوي. قلت لك انا التناقض اللي عندي خليني ما اطول مع شخص ما اؤمن به. ما تؤمن بسيد مقتدى الصدر؟ لا ما اؤمنت بالعمل في ذلك الوقت مع الهيئه السياسيه اللي كلفها سماحه السيد. اكو فرق ما بين وضعوا الحد والجانب ما بيني وبين السيد مقتدى، عكسوا للسيد صوره مخالفه عني. وبنفس الوقت يدرون جيد انا ما اتملق ولا اطبطب على ظهر معمم، فكل ما يوصلوا للسيد مقتدى الصدر انه فتاح منشق. الانشقاق انا حصلت شنو اللي وصل السيد مقتدى الصدر عنك؟ مثلا انه عنده كيان، انا الكيان سجلته بزمن سيد محمد مقتدى الصدر، الكوادر والنخب الوطنيه المستقله تسجل وانا صدري زين، ونزلت في القائمه الاولى بال2005 وانا صدري
ورئيس تحرير جريده. يجوز يعني يجوز حق السيد يعني مثلاً. تصور انه انت عندك في التكتل، والدليل على ذلك انه انت ذهبت بانتقالة سريعة إلى كتلة تختلف إيمانا وعقيدة وبكل شيء، قائمة أياد علاوي، الكثير من الصحفيين يعني شبهوا هذا الانتقال بانتقال اللاعبين من أجل الشهرة والمال. زين ورحت إلى قائمة أياد علاوي، وبليلة وضحاها حتى أختصر عليك الطريقة هم أعلنت انشقاقك في مؤتمر أبو نواس في أحد الفنادق. نعم. وقلت أنا ما أريد بعد التيار، العفو ما أريد أياد علاوي. أولا الكوادر والنخب الوطنية مستقلة، جبت 3 مقاعد بشخصي مع وجود الفتاوى علي في منابر الجمعة، وجبت 3 وأخذت تحية السيد عزيز الحكيم، وقلت له سيدنا تفضل ذني 3 مقاعد كما أمرني سماحة السيد مقتدى الصدر، أمرني أمر أنه هاي 3 مقاعد تنضاف إلى التحالف الوطني آنذاك، وهم عندهم 18 ويا دولة ويا قائمة 169، صرنا 21. فبالنتيجة هذا مو انشقاق، أنا فزت وجبت المقاعد لهم. من طلعت، وهذا ذهابي إلى علاوي بتحدي الى صلاح العبيدي انذاك وكرار الخفاجي اللي هو كان يمثل رئيس الهيئه السياسيه، قالوا بالحرف الواحد اخي احنا بنريدك بالتيار. قلت له خوش انا راح انزل في قائمه. شفت التيار مالهم هم ما اعرف، هسه السيد مقتدى اكيد يسمع اللقاء وراح يدز عليهم ويحقق بالموضوع اذا كان اكو قضيه الاستقصاء والتحقق حتى لمعرفه الظالم من المظلوم. قلت لهم راح انزل في قائمه ربما ما مقتنع بها، بس اجيب افضل الاصوات، والالف صوت اللي اجيبه يعادل 10,000 صوت اسم محمد الصدر. وفعلا عندما نزلت في قامة اياد علاوي كان مؤشر، والباب كان امامي مفتوح ان انزل مع نور المالكي اسوة بالشيخ عدنان الشحماني وكاظم الصيادي، هذول هم صدرين. بس انا ما ذهبت، وهذا دليل على انه انا ما ابحث عن الشهرة، اخو الشهرة كانت عند نور المالكي والوزارة عند نور المالكي، خصوصا بعد ما سحبوا التيار الصدري اقدر اشغل لي اي وزارة باسم التيار الصدري. لكن ذهبت مع علاوي. عرفنا الشيخ عباس الربيعي. الشيخ عباس الربيعي من اوائل التيار، من أوائل النهضة الصدرية. التيار هسه اسم إجانا متأخر بال2003. لا، الشيخ عباس الربيعي هو من ثقات السيد الشهيد محمد صادق الصدر، وكان راضي عنه، بل رجل جريء ومتمكن، اليوم عاكف على كتابة تراث السيد الشهيد محمد صادق الصدر. هو اليوم يحيي هذا التراث. هل فعلا كان الشيخ عباس الربيعي أحيانا يساعد أو ينقح في تنقيح خطبة الجمعة للسيد الشهيد على هكذا مستوى؟ يعني اكو قدره فقهيه عند الشيخ عباس الربيعي تمكنه من ذلك. انا لاحظت انه الشيخ عباس الربيعي كان ينقح مجله الهدى التي صدرت بعد صدى الصدر، كان عباس الربيعي ينقحها. بعدين كان توجيه من السيد الصدر رحمه الله عليه انه شوف هذه شنو صدى الصدر، من شاف عباس الربيعي انطى بها هذه الجريده. لو الخطبه، احنا نحكي عن الخطبه. لا هو امكانيه عباس الربيعي انه كان ثقه للسيد الشهيد في تنقيح وفي يعني في الامور الاستشاريه. نعم. اليوم هو منشق ام بعيد ام يعتزل؟ لا، منسي. نعم، انا اتوقع انه ابو باقر هو ارث للتيار الصدري، وهو كسب للتيار الصدري عودته، لكن منسي. ربما هذه النسيان بفائده. يعني انت مو شخص مشاكس تم ابعادك، انت تشوف انه السبب اليوم بالتيار وبالخطب. شنو المشاكسه؟ يعني اذا واحد مفسد بالتيار الصدري وانا اقول عليه حرامي، هذه مشاكسة؟ لو لا عيب استرني. لا أخي، أنا ما أعتبر هذه مشاكسة، أعتبر جرأة، وأنا أمتثل بروح صدرية حقيقية بتدين، حتى وإن كنت بالبرلمان أو بالحكومة. إذا أمر السيد مقتدى الصدر بالمشاركة نشارك، وإذا أمر بالنهاية ننتهي. والدليل على ذلك عندما قالوا أنه سيد مقتدى الصدر في 2006 يدعوك إلى الانسحاب، انسحبت وطلعت كذوبة، انسحبت أنا حتى يصعد غيري. أكو من الناس اللي كانوا مع السيد يعني الشهيد المولى المقدس لحد الآن موجودين بالتيار، اليوم هم في مع السيد مقتدى الصدر، برأيك من الناس الأوائل والثقات؟ أبرزهم هم حقيقة أصحاب كيانات وكتل سياسية كالشيخ قيس الخزعلي والشيخ أكرم. أنا أقصد بقائهم مع التيار لحد باقين اليوم. مع سماحة السيد مقتدى الصدر. أبرزهم الشيخ علي سميسن، دكتور علي سميسن. ليش ما انشق؟ موجود الآن. ليش ما انشق؟ ما أعرف، قد يكون الشيخ يجامل يعني برأيك، غير هو باقي على خط السيد الشهيد واليوم السيد مقرر. لا، ليش السيد مصطفى اليعقوبي، السيد عون النبي، هذول كانوا موجودين مع سماحة السيد آنذاك، لكن موجودين. أنت في يوم من الأيام كنت تؤمن بنظرية أنه ما يغيظ السيد مقتدى الصدر في حياته يغيظ السيد الشهيد المولى المقدس في مماته. نعم. طيب اليوم أعتقد أنه بقاءكم خارج التيار الصدري الكثير منكم هو يغيظ السيد مقتدى الصدري، ما يحبثكم يعني.
لا احنا عندنا عتب على السيد، انا شخصيا عندي عتب على السيد. المفروض هو سمعت السيد مثل ما انا قلت هذه الكلمه وزعلت الكثير علي ولهذه اللحظه، وقلت انه مقتدى الصدر امتداد حقيقي لمحمد صادق الصدر، وقلت كلمه اخرى في احد مقالاتي مقتدى الصدر بيننا كمحمد الصدر في عصرنا. هذه مجموعه مقالات زعلت الكثير من الطيف الشيعي حتى هذه اللحظه، وانا اعرف انه قالوا بالحرف الواحد انت كنت السيف لمقتدى الصدر والان متونسين على بعدي. لكن اليوم انا اسال من خلال فضائيتكم انه سيد مقتدى الصدر ما كان بالاحرى ان يبحث عن ولد محمد الصدر؟ لو لا ما محتاجين، اذا ما محتاجين يعني انا اعتقد يعني اعتقادي البسيط سيد مقتدى الصدر عنده ناس وعنده مستشارين وعنده دراسه وعنده يعرف من اللي يخدم التيار ومن اللي ما يخدم. هذه نظرتنا احنا، يعني قائد على مستوى اليوم هو يمثل ثقل شبابي في العراق، ثقل عقائدي يقود مشروع اصلاح، اكيد يعرف اللي يخدمه واللي ما يخدمه. اذا احنا الفائزين، احنا ما منشقين، احنا ما خادمينهم في راي المستشارين. وربما هذا الشرف اللي انا امتاز به واحصله انه انا في نظر هؤلاء لا شيء، لكن انا في نظر نفسي وفي نظر محمد صادق. خلي يقولون لا شيء، خلي نظرون لا شيء، بس خاف انه انت في يوم من الايام تكون عنصر غير مرغوب بيك. يعني انت بقائك الان تتحدث عن التيار الصدري بهذه اللغه، تقول انه التيار الصدري عنده اخطاء، وانا ما انتمي احيانا، ما اريد ارجع للتيار الصدري بسبب وجود بعض الصدرين اللي نموا على الفيسبوك. هذه واحده من تصريحاتك، ما تصور انه التيار الصدري يقدر يتخلص منك مثل ما دخل الخضراء بنص ساعه مثلا. يعني شنو يتخلص من بعد؟ يتخلص منك انت اليوم عنصر تقف معرقل امام التيار الصدري. لا لا هم يعرفون انا مو معرقل، لو هذه الشغله بعيده عن التيار الصدري. لا هم يعرفون جيدا غالبيه الصدريين كقاعده جماهيريه، بل حتى كل الاحترام للقيادات المحترمه الكيسه في التيار الصدري، يعرفون جيدا انه انا اتكلم من حرص ودين وليس من باب ان تقص او انتقم لكي اسقط هذا الحرص. هذا الحرص ما قدرتوا في يوم من الايام تقعدون مع سيد مقتدى الصدر وتحجون وياه؟ قاعده اخوه، قاعده اهل، قاعده ناس. شلون ترهم هاي القاعده؟ عن طريق من؟ عن طريق احد الثقات يسوي لكم فد قاعده، يعني هم يسوي لكم تسويه؟ يعني انتم تروحون مع التيار يحتاج الى تسويه فعلا. اذا اردنا ننطلق انطلاقه حقيقيه امام الله والسيد الصدر ونرضي الله ونقر عين السيد الشهيد في قبره، يحتاج التيار الصدري الى تسويه صدريه مع جميع اطراف ابنائه، عدا الذين استقلوا بالدعم والعمل، هذول ناس اصبحت قيادات. لكن اكو ناس حتى هذه اللحظه، يعني انا الان يعني ممكن عندي كيان، لكن هذا كيان سياسي. لو كنت مسؤول اليوم من قبل السيد مقتدى الصدر، انت على راس لجنه تتقصى من الحقائق وتعمل هذه التسويه، اول شخص تبعد عن التيار الصدري منه برايك؟ ابعد؟ اي مو هي تسويه، انا لازم اقرب نبعد المفسد. اول شخص نبعد المفسد. اي نعم. الذي ارتقى كرسي الحكومه باسم السيد الشهيد وتجاهل دماء الشهداء. هم ذول اللي احكي عليهم. نعم، من هم ذول اللي احكي عليهم؟ وانا هذا اللي اريده. منو اللي يتبعده؟ منو؟ يعني اذا اكو عدم رغبه فهي عدم الرغبه نضع مسطره للفساد والسرقه والمال. هي احنا المفروض التيار نعرف ان يبعد هؤلاء. نعرف اكو فد اسماء الشارع العراقي يعرفهم ربما، واليوم هم متصدين في التيار الصدري. انت تقول اكو ناس مستفيدين من دماء السيد الشهيد، من تاريخه، من اسمه، اليوم موجودين في التيار الصدري. منو برايك اول واحد لو بيدك انت باكر تشيله من التيار حتى ترتاح، يرتاح قلبك؟ يعني ما عندي اي اندفاع تجاه احد، ولو كنت عامل معاهم الان لكان كشفت اسماء، لكن انا مبتعد صار لي من 2007 لحد الان حقيقه. وهم انشقيت من عياد علاوي. علاوي تحالف انتخابي. لا انا مع التيار عقائديا. زين، يعني لليوم عقائديا انت قلد السيد الشهيد حاليا؟ سيد العزيز، سيد الشهيد ليس تيار صدري وليس كتلة الأحرار. أعرف يعني الآن أنت تقلد السيد الشهيد؟ نعم، أنا بالنسبة لي السيد الشهيد كعلي بن أبي طالب لا يمكن أن أتخلى عن هويتي. أما أنه أنا سياسيا أعمل، بالعكس أنا في هذا عملي، وإذا كنت نظيف فعلا أكون داعية حقيقية للسيد محمد صادق الصدر ووجه صدري حقيقي. وأنا متأكد كثير من الصدرين الذين حتى هذه اللحظة يتزاورون معي الآن، الولد اللي دخلوا معي في السيارة هم صدرين وانت شفتهم، ذول محمد صادق الصدر. لكن انا مو بعيد عنهم ولا بعيد صراحه. ما تخاف على نفسك احيانا معتهم؟ يعني من من تدخل حي طارق تروح لمدينه الصدر؟ انا متواجد في كل فواتح سرايا، اغلب فواتح سرايا السلام، في كل فواتح جيش الامام المهدي واليوم الموعود، لان كنت تتكلم الفتره موجود معهم في مدينه الصدر. البارحه في حي طارق ما اتصور اكو. لا هم الناس الان ما ياذون احد، يعني الناس
لهم يعني يريدون اصلاح، يريدون تغيير، يطلعون بمظاهرات سلميه. ما اتوقع انه فتاح الشيخ يشكل ثقل عليهم. انا متاكد لي ثقه كامله انه ابناء محمد صادق الصدر يحبذون العمل مع فتاح الشيخ ويتمنون عوده فتاح الشيخ. انت مو تقول اكو ناس دخلاء خاف، ما تخاف من الدخلاء؟ انا حذر منهم، انا وحمايتي وربعي حذرين منهم، واتمنى ان ينزلني. حذر من من؟ من هؤلاء الدخلاء. دخلاء على من؟ الذين ساهموا بإبعادي. وحقيقة هم يهابون. تتحدث وكأنك تريد تتوق إلى العودة إلى هذا الخط. لا هو خطي. يعني باكر عقبة إذا دز عليك الصدر هسه إذا أشوف اللقاء ودز عليك يقول لهم عمي هذا فتاح طلع من ريحة السيد الشهيد، خلي يرجع للتيار. شنو خلي يرجع؟ أنا شنو زعلان؟ يرجع. إيه زعلان أنت الآن خارج التيار. طبعا زعلان. أستاذ منتظر. زين. بعيدا عن السياسة وخلي أكون أحكي ديني. مقتدى الصدر بالنسبة للجميع، الكل الصدرين يحبونه، قيس الخزعلي يحبه، أكرم يحبه، عدنان الشعماني يحبه، بل حتى نور المالك يحبه، لكن أكو مشاكل تخلق للسيد مقتدى الصدر في داخل الحاشية، وأقولها بصراحة وبدون زعل، وأنا راح أنزل للانتخابات القادمة مستقل، لكن بيني وبين الله وطاعة لمحمد صادق الصدر، وهذه ليست تنازلا عن شخصيتي. لو مقتدى ابن محمد صادق الصدر أشار بإصبعه لفتاح الشيخ سأكون في الحنان اليوم قبل غدا، لكن أقول للسيد أنا أعتذر أجي لأنه الكتلة اللي حولك صعبة جدا لا يمكن أن تخترق. هذا حشي صعب. نعم أنا أقولها بصراحة وقلت لك. إحنا اليوم نتساءل بالشارع العراقي، شباب هسه مو إعلاميين ولا سياسيين ولا كرش، يعني معقولة فتاح الشيخ ولا الناس المنشقين ولا رئاسة الوزراء 8 سنين يعني ما قدرت يوم من الأيام يروحون يتسامرون يصلون سوية مع السيد مقتدى الصدر وتحل كل أزمة التحالف الوطني اليوم ترى مبنية على توافق؟ أو جزاك الله خير، هذا سؤالك هو إجابة. يعني إيه أنا هسه أنا يعني أنا اللي رئيس وزراء ما أقدر أروح أصلي مع السيد مقتدى الصدر وأحل مشاكل الشيعة؟ اسمح لي ما أقدر أروح يعني مشكلتي مع بران السيد السيستاني؟ لقاء الحاج أبو مهدي المهندس والشيخ قيس الخزعلي والشيخ أكرام والحاج هذه حلو هذا ثمرة لقاء جيد. نعم. والله العظيم أسر كل الشيعة وبصريح العبارة. اليوم أكو مشكلة تحتاج إلى تسوية داخل التيار، وأكو مشكلة أخرى أرفعها للسيد عمار الحكيم أن تكون مشكلة داخل التحالف. التحالف يحتاج إلى تسوية قبل أن تذهبون إلى أطراف أخرى، وأكو مشكلة داخل الدعوة تحتاج إلى تسوية. راح نجي للتحالف ونحكي عن التحالف وهذه. فبالنتيجة إذا كان هنالك عمل مباشر أو يساهم الإعلام إلى تفتيت الكتل والحلقات التي حول المسؤولين أو الحواشي حول رجال الدين، أتصور الإعلام هي أقرب وسيلة. إذا تمكن أحدهم كفتاح الشيخ يتكلم بصراحة، ذيك الساعة راح نلقى سيد مقتدى الصدر يفتح أحضانه. ونحن وأنا اللي قلت أنا يوم اللي تنصيب وجاي أصعد عضو بديل وسألتني قناة الشرقية كيف ترى وجودك بين القائمة العراقية ومقتدى الصدر، قلت إن ما زالت أحضان مقتدى الصدر أدفع لي من أحضان علاوي. وتذكر هذا الكلام اللي كلفني عدم صعودي نائب بديل عن حلو هذا القصة نرجع لها. خلينا نروح الآن ننهي الجزء الأول، تعبناك اليوم وتعبنا الكادر اللي ويانا، وهذه أكيد الحلقة شيقة بالنسبة إلى الجمهور لا سيما جمهور التيار الصدري اليوم اللي شاهدنا. إذن أحبتي المشاهدين شكرا لكم على حسن المتابعة لهذا الجزء الأول من حلقة بالتفصيل لهذا اليوم مع السيد فتاح الشيخ عضو مجلس النواب السابق والسياسي العراقي المستقل الآن. خذوا مني أنا تحياتي منتظر حنون في الإعداد والتقديم، وشكرا لضيفي الكريم السيد فتاح الشيخ هذا اليوم، وشكرا إلى الكادر الذي كان برفقتي طوال هذه الحلقة. شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا.